أخبرتك أن أهم شيئين يجب أن تعرفهم في الديناميكا الحرارية، وستختصر عليك الطريق خلال معظم الامتحانات، وهو أن الضغط ضرب الحجم يساوي ثابت. الضغط ضرب الحجم مقسوم على درجة الحرارة يساوي ثابت، كلها قابلة للتغيير، حيث الضغط الأولي ضرب الحجم الأولي تقسيم درجة الحرارة الأولية تساوي الضغط الثاني ضرب الحجم الثاني على درجة الحرارة الثانية. شيء آخر يجب أن تتذكره، وهو أن الضغط ضرب الحجم يساوي عدد المولات، والمول هو رقم مثل الدزينة ولكنه رقم كبير، تقريبا 6 ضرب 10 للقوة 23، ضرب R وهي ثابت الغاز العالمي وهي تساوي 8.31%. هذه الـ R تساوي 8.31 جول لكل مول كالفين، لكل مول كالفين ضرب درجة الحرارة. تذكر للاطمئنان دائما حول الكالفين. أولا لنرى إذا كان بالإمكان حل المسألة، وسأخترعها في هذه الحالة. لنفرض أن لدينا بالون، وحجم البالون يساوي 1 متر تكعيب. إذن هذا بالون كبير، 1 متر تكعيب حجمه، هذا كبير بشكل ما. إذا تخيلت متر تكعيب، الحجم هو 1 متر تكعيب، ولنفرض أن الضغط هو يساوي الضغط يساوي 5 باسكال أو نيوتن لكل متر تربيع. 5 باسكال. ولنفرض أننا في درجة حرارة معقولة، حسنا، درجة الحرارة تساوي 20 درجة مئوية. ولنفرض أن البالون مليء بالهيليوم، وسؤالي هو كم عدد المولات للهيليوم؟ كم عدد المولات لدي في البالون؟ لنعوض الآن في المعادلة. الضغط هو 5، وسأكتب الوحدات، لكن يجب أن نكتبها بشكل كما نكتبها في الامتحان. 5 نيوتن لكل متر تربيع ضرب الحجم 1 متر مكعب، وهذا سيساوي N ضرب R ثابت الغاز العالمي وهو 8.31% جول لكل مول كالفين، وضرب درجة الحرارة. تذكر دائما يجب تحويل هذا إلى كالفين، درجة الحرارة يجب تحويله إلى الكالفين. حسنا، نضيف لها 273 وستصبح 293 كالفن. إذا 5 ضرب 1 متر تربيع ومتر تكعيب تشطب سويا، ويتبقى لدينا نيوتن متر وهو جول. حسنا، 5 جول تساوي إن مول ضرب 8.31، وهذه الكالفن مع الكالفن تحذف. إذن هذا سيساوي، إذن دعونا نحسب ذلك، 8.31% ضرب 293، هذا يساوي تقريبا 2434.83% جول لكل مول، للحصول على عدد المولات يجب تقسيم ذلك، تقسيم الطرفين هنا، والوحدات ستعمل سويا. إذا نحصل على 5، إذا إن تساوي 5 جول
خمسة جول ضرب واحد على 2434.83 بما أننا نقسم على هذا، هذا يقلب ويصبح مول لكل جول، هذا الجول مع هذا الجول يلغى، إذن نقسم على 5 وبهذا نحصل على عدد المولات. لنأخذ المقلوب لهذا ونضرب ب5، حسنا هذا سيساوي نحصل على 0.002، إذن هذا يساوي تقريبا 0.0021 مول. هذا يبدو كرقم صغير، لكن لنعرف كم عدد الجزيئات، كم عدد جزيئاته؟ لنمسح بعض الأشياء، لنكتب عدد أفوكادرو هنا، إذن عدد أفوكادرو عدد أفوكادرو هو نفسه العدد الذي سبق وقلت ما هو عدد أفوكادرو، هو عدد الجزيئات، إنه رقم. إذن عدد أفوكادرو يساوي 6.022 ضرب 10^23، هذا هو جزيء لكل مول، هذا هو عدد أفوكادرو، الأعلى هو جزيء والأسفل هو مول. ولدي 0.0021 مول، كم هي عدد الجزيئات فيها؟ سأضرب هذا في عدد المولات، حسنا إذا هذا ضرب عدد أفوكادرو وهو جزيء لكل مول. هذه جزيئات وهنا المول، إذن المولات تلغى مع بعض ويبقى لدينا عدد أفوكادرو وهو 6.022 ضرب 10^23. تذكر هذا فقط، ولنضرب هذا في 0.0021 وسيساوي 0.00، هذا سيساوي 0.0126 ضرب 10^23، وهذا سيكون جزيء، هذا هو 0.0126، هذا نفسه مثل 1.26% ضرب 0.1 ومن ثم أكيد ضرب 10^23. ما هو 0.01؟ هذا هو قوة سالب 2، 10^-2، إذن نحصل على 1.26%، وهذه القوة مع هذه القوة تصبح هذه ضرب 10^21، تقريبا 1.26%، ومن ثم 19 صفرا ومتبوع ب21 صفرا، هذا هو عدد الجزيئات في هذه الحالة من الهيليوم. هذا ليس صعبا، ولكن الجزء الصعب كان تذكر عدد أفوكادرو وتذكر ثابت الغاز العالمي وهو 8.31%. دائما تذكر أن تحول درجة الحرارة إلى كلفن، وتأكد أن كل الوحدات تتماشى مع بعضها البعض، وأحيانا يكون هناك خدعة في اللترات ويجب عليك خاصة أن تحوله إلى متر تكعيب قبل البدء بحل المسألة، وقد يكون معطى الضغط الجوي ويجب أن تحولها إلى باسكال أو إلى نيوتن لكل متر تربيع. فما عدا هذا سيكون كل ذلك سهل، والحسابات ستكون سهلة. أتمنى أن هذا كان واضحا.